أستاذ مادة اللغة العربية بمؤسسة المغرب الكبير. اليوم هو واحد يوم تحسيسي بالمقام الأول، ويوم تضامني من أجل المحافظة على البيئة وتجميل فضاء المؤسسة وتخليق الحياة المدرسية بصفة عامة. إذا كيف تلاحظوا هنا عندنا الورشة مشاركين فيها مجموعة من التلاميذ المنتمين للمؤسسة. العمل هو تطوعي وليس إلزامي كما تعرفوا. بدينا بالنشاط الأول اللي كان البارح، عبارة عن دواق تحسيسية بالبيئة والدور ديالها في الحياة ديال الإنسان، الدور ديالها في المحافظة على الصحة الشخصية والصحة العامة ديال المجتمع. اليوم تنحاولوا قدر الإمكان باش ننظفوا الفضاء ديال المؤسسة ونتوجوا إن شاء الله في المقام الآخر بتشجير جرع مجموعة ديال الأشجار وغرس مجموعة ديال المغروسات في شكل إما غادي تكون يزير كيف تعرفوا، أو لا غادي تكون عندنا بعض المغروسات نباتات اللي هي ورود. وهذا كله كيف كما أشرت سابقا لغاية سامية، وهي شعار اللي حملناه دائما، وهو البيئة النظيفة تؤدي إلى عطاء نظيف، تؤدي إلى فكر نظيف. I am Ayoub Ouled from first baccalaureate. We are having now. An activity about planting and making our school look at the best costume she can be. So all of us participated in this activity to make our school look even better for the others. And everyone that can see our school in a better costume. Thank you. إذن بصفة عامة هو نشاط يعني موازي كتقوم به المؤسسة، كينخرطوا فيه مجموعة ديال النوادي. على سبيل المثال كاين نادي البيئة خاصة ونادي تخليق الحياة المدرسية. هذا مشروع ديال التحسيس بأهمية البيئة في حفظ الصحة، يعني البيئة والإنسان. تم تصدر لي مجموعة ديال الأهداف اللي تتنجز الآن من بعد الندوة العلمية اللي كانت البارح. اليوم مجموعة ديال التلاميذ كينفذوا مجموعة ديال الأهداف اللي من خلالها كيقوموا بنظافة الأقسام، كيقوموا بتشجير داخل المؤسسة، إضافة إلى حملة بالتحسيس بترشيد الماء. وكنشكر التلاميذ على الانخراط ديالهم الفعال في هذا النشاط اللي هو النشاط ديالهم بالخصوص. وكنشكر ايضا المؤسسه اللي فتحت لهم الباب باش يبرزوا مجموعه ديال المواهب، يعني اللي كتكون يعني خفيه، ولكن فاش كنعطيو للتلميذ الفرصه كيظهر مجموعه ديال المواهب اللي كتبرز بانه عنده قدرات كثيره. خص علي تفتح لي المجال باش يبرز هذه القدرات هذه. وشكرا. البيئة النون تحلب نكين دكين دكمين، تنصرها لمان تعيش قل خير دلهنا، حكمة صونة أو ردقرت سقشور البنان، قشرة زيد فلس قشرة أردقرت سفراد. فاحنا مجموعة من التلاميذ والأساتذة نقوم بواحد العمل جبار
من اجل الحفاظ على البيئه وعمل التشجير من اجل الحفاظ على البيئه باعتبار التشجير اهم شيء. فالحفاظ على البيئه هي شيء ضروري للحفاظ، وكما سنقوم بالتشجير في المؤسسه، وبعض المجموعه تقوم بالتنظيف الاقسام، وبعد بعد كل شخص له دور في المؤسسه. بسم الله الرحمن الرحيم. صالح حفيظي، مدير الثانوية. يأتي هذه الورشة اللي فتحناها اليوم في إطار الأنشطة الموازية للمؤسسة، والتي تهتم بالمجال البيئي، حتى نشرك معنا مجموعة التلاميذ في هذا النشاط الذي نظمناه في هذه الصبيحة من أجل الاعتناء بفضاء المؤسسة وتربية ناشئتنا على احترام المغروسات والنباتات والاهتمام بالمجال البيئي الذي يعد المجال الحيوي للإنسان. ونشكر كل المتدخلين في هذه الصبيحة وكل التلاميذ اللي ساهموا فيها والأطر الإدارية والتربوية. أما بعد، موضوعنا اليوم يتعلق حول أهمية الحفاظ على البيئة لتجلى في أنشطة موازية اللي تتنظمها المؤسسة تاعنا في نطاق كل سنة. تكون حملة تحسيسية بين أطراف التلاميذ لتجلى في الحفاظ على النبات الدرجة الأولى، زائد هناك مجموعة من الأنشطة المتداولة من بينها تتجلى في الحفاظ على أهمية الحفاظ على الماء. هذا من جهة. من جهة أخرى كاين مجموعة من أعمال المنافية لهذه القيم، حيث تتجلى مجموعة من أهداف.